مرحبا بكم كامل في كوزينتي. اليوم مع سعيدة كوزين راح نديرو خبز الدار بدقيق تاع القمح، دقيق القمح الكامل. راح نحتاج كمقادير 500 غرام دقيق تاع القمح، راح تحتاج مغرف كبيرة خميرة الخبز، معها مغرف صغيرة سكر، نحتاج كاس حليب دافي، راح نحتاج فنجان صغير زيت زيتون تقريب ربع مغارف، ملح وسينوج وشويه ما دافي نلم به العجين. واش راح ندير؟ اول حاجه نصب شويه حليب دافي على الخميره والسكر، ندير مقدار الملح تقريبا هنا مغرف صغيره، نكسر البيضة ونزيد مقدار الزيت، شوية سينوج، هذا اللي يحبوا اللي ما يحبوش يقدر ما يديروش، يقدروا تبدلوه من بالجلجلانية، نبقى نزيد في الماء ونلم العجين حتى نتحصل العجين يكون طري، ميكونش ما لازمش يكون ناشف، يكون طري باش الخبز الدار تاعك يجي شويه خفيف. كما نعرفوا الدقيق تاع القمح الكسره تاعو ولا خبز الدار تاعو ما يجيش خفيف كما الدقيق العادي. هكا لاباط تجي هكا طريه وتتلاصق، دركا نعجنها. بغيتو تعجنو باليد ولا تعجنو بالبيطخة كيما بغيتو. هكا العجين تاعك راح يكون يتلاصق، تعجنيه نورمال. نعجنوه ونخطوه هكا شوي، اذا شتي يتلاصق لك بزاف دهني يديك بشويه زبده ولا رشي شويه دقيق تاع القمح ولا نخاله كيما هاك. نعجن العجين تاعي شويه مش بزاف، ندهن شويه يديا بالزبده هكا باش نقدر نلم هاد لاباط حتى تكون تتلاصق بزاف. ناكل ضربيها ما تطرقكيها ما تخليها خشنه تكون متوسطه. هكا نغطيها ونخليها تتخمر مش وقت كبير تقريبا 10 دقائق ومن بعد نرجع لكم. خليت الخبزه تاعي تخمرت، كسرت هنا بيضه ودرت فيها قطرات من الخل، ندهن الوجه تاع الخبز الدار تاعي ومن بعد نحطه في الفرن.
بعد 20 دقيقه خرجت الخبزه تاعي من الفور، دونك ديريكتومون نقلبها على سيرفييت ونغطيها بها. ما تنساوش الجيم وما تنساوش تشتركوا في القناه.